عقد المنتدى البواقع على سويلي عام 2024 منتدى فرعيا تحت شعار الابتكار والتنمية الخضراء والرقمي والتكامل، حيث يركز المنتدى على التحولات الأربعة الرئيسية، أي التحول المدفوع بابتكار والتحول الأخضر ومنخفض الكربون والتحول نحو الذكاء الرقمي والتحول نحو التكامل. وأشار المشاركون في المنتدى الفرعي إلى أن هذه التحولات تساهم بشكل كبير في تسريع تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة وتنمية صناعية عالية الجودة. وخلال المنتدى تبادل الضيوف آرائهم حول كيفية عمل الشركات لمواجهة التحديات واغتنام الفرص. وحضر المنتدى المسؤولون المعنيون والخبراء ذو الصلة ورواد رجال الأعمال. 我们现在通过这样的一些技术合作，我们跟海内外的客户，跟供应链上面的这些供应商，大家通过一些技术合作，把我们的先进的产品，先进的理念，能够带到世界各国去，共同的把这个新能源的这个产业，向进一步的去推广，把新能源替代就是用绿色能源去替代传统能源这件事情，能够快速的在世界各地去推广起来。新的生产呢？ 最重要的一个特质还是科技创新，通过科技创新的支撑来提升我们的效率，要素的资源优化配置，传统产业的转型升级。刚才我们讲中海油从传统的油气，企业到我们综合能源企业，就是增加风电的因素，加增加负碳产业的因素，也能够通过新的生产力的。 这个创造吧，对这个使用来支撑我们产业的实现，更高产量的这个发展，更高质量的这个发展。